استوقفتني حاجه كده وانا بتفرج، بحب اتابع جدا الدوري الامريكي او الام بي اي بالمعنى الاصح في كره السله. استوقفتني فيديو قعدت اتفرج عليه كتير، والفيديو ده فيديو مهم عشان نقول للعيبه لعيبتنا في النادي الاهلي وكل لعيبه مصر رساله مهمه. ليبرون جيمس، ليبرون جيمس من اعظم لعيبه كره السله في العالم، وصل لاعلى قمه احترافيا وكمان ماليا، لكن لما مستواه نزل شويه اشتغل على نفسه. اشتغل على نفسه دي هي دي الرساله، ازاي اللعيب في قمه احترافه وقمه عطائه وكل حاجه اعلى حاجه عنده، لكن هو حس ان شويه مستواه قل، شويه مستواه قل اول ما حس ان مستواه قل. ما حدش قال له اعمل ده، مدربه ما كلموش قال له زود من نفسك، بل بالعكس هو اشتغل على نفسه. قدامنا في الصوره فيديو ليه واضح جدا بيشتغل على نفسه، بيشتغل على نفسه في كل حاجه، اذا كانت من اللياقه البدنيه، اذا كانت من عناصر كتيره جدا بيشتغل عليها. ليه؟ علشان يزيد ويزود عليه. زي ما احنا شايفين في بيته، جوه بيته بيشتغل لياقه، بيشتغل جيم، بيشتغل حديد علشان يطلع للقمه الاعلى كمان. هو ما عندوش نهايه لطموحه، ما عندوش نهايه ان هو وصل لاعلى حاجه وبقى من اعظم لعيبه العالم في كره السله. بالعكس، هو ممكن يكون شايف نفسه في الوقت ده ان هو قلل شويه، مستواه اقل، او مش شايف نفسه ان هو احسن لعيب في العالم. شايف نفسه ان هو لازم يشتغل على نفسه كويس ويتمرن كويس علشان يوصل لقمه مختلفه، قمه اعلى. نتمنى ان كل لاعبتنا زي ما احنا شايفين قدامنا في الصوره، ليبرون جيمس من اعظم اللاعبين، نتمنى لكل اللاعبين عندنا دي حاجه مهمه جدا 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 ان هم يشتغلوا على نفسهم. مش لازم حد يقول لهم اشتغلوا، لا، هو اللي عايز يشتغل، هو اللي عايز يطلع. تخيلوا ان ليبرون جيمس ده كمان 36 سنه، فعندنا بيقولوا اللعيبه دي بتبطل بتخلص، هو لسه بيشتغل على نفسه عشان يطلع لقمه مختلفه. نتمنى ان الطموح والاهداف عند اي لعيب لا تنتهي. مش معنى ان اللعيب لعب مباراه وحشه او مستواه قل ان هو ما يشتغلش على نفسه، لازم يشتغل على نفسه لوحده، يشتغل على نفسه ويدور على حاجات كتيره جدا يقدر يعملها عشان مستواه يرجع مره تانية. مش لازم الجمهور يتكلم معاه، مش لازم المدرب يقول له حاجه، مش لازم اللعيبه اللي حواليه، لكن طول ما اللعيب عنده طموح وعنده هدف اكيد هيوصل اللي هو عايزه. دي رساله كانت مهمه لكل لاعبتنا، لان حاجه فعلا استوقفتني وانا بتفرج على دوري NBA في امريكا.